الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا أكرم الأكرمين. يقول الحق جل في علاه في محكم التبيان: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ما أحرانا أن نكون مع الله، ما أحرانا يا من حملتم السلاح أن تصدقوا مع الله، أن تؤدوا أوامر الله، أن تداوموا على وردكم، على صلاتكم، على مصحفكم، على تلاوتكم، أن تكونوا مع أمر الله ونهيه، مع أمر رسول الله، مع أخلاق الرسول، مع شيم الرسول، مع شمائل الرسول، في كل أحيانكم وفي كل أوقاتكم، في سهلكم وجبلكم، في حضاركم وفي غير ذلك. ما أحوجنا أن نطيع الله وأن نكون مع الله وأن لا نتنازع. يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة، أي عضوا عليها بالنواجذ لنكون يدا واحدة، فالعدو واحد. ما أحرانا أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لنتآلف، لنتحابك، لنترك التنازع، لنترك حظوظ النفس، لنترك الانتصار للنفس، لنترك الانتصار للهوى، لننتصر لله، لنكون مع الله سبحانه وتعالى، لنصبر. فالنصر صبر ساعة. ما أحوجنا أن نصبر. اصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما أجملنا، ما أحرانا أن نتقي الله، أن نفعل، أن نتقي الله كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فهنيئا لكم يا أيها المرابطون، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ استاقلتم، جذبتكم الأرض، جذبتكم متاع الدنيا، جذبتكم شهوات الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والبيان الإلهي يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لنكون حذرين، لنكون على أهبة الاستعداد. فالنظام بين الفينة والفينة يخترقنا ويتربص بنا الدوائر، فعلينا أن نكون كالجسد الواحد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لا أريد أن أطيل عليكم، بارك الله فيكم، سدد خطاكم، وحد كلمتكم، جزاكم الله كل خير، وجزاء الساعي والذي كان سببا في هذا الأمر أخونا أبو خالد، فشكرا له وجزاه الله خير. وإن شاء الله أن يكون هذا لقاء شرف وميثاق شرف لكل المجموعات في قارة، أن يكونوا على قلب رجل واحد. أنتم كما قلتم خرجتم لله، فلنكن جميعا مع الله، لا نكن مع فلان وعلان. لا تقل أنا لجماعة فلان ولا لجماعة فلان، أنت خرجت من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل الحرية ولا من أجل الكرامة، بل من أجل أن تعلو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة في سوريا وفي بلاد الشام التي بارك الله حولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.